بسم الله، والله أكبر كبيرا سبحانه بكرة وأصيلا. نأخذ الآية 23 من نفس السورة، أي المائدة لداب طابل سربي لفستا. يا قومي، نريد عودها يا قومي. شوفنا من ما الأنبياء عليهم السلام ما ينساوش انتمائهم إلى جماعة ما، لكن نبينا عليه الصلاة والسلام انتمى إلى العرب، فإذا بيهم مغربهم كانوا كرب، يعني يعود يأخذوا الفرصة الغالية يتبعوا نبيهم اللي باتباع نبيهم عليه السلام باتباع يكون نجاح وفلاح وعلو مقام عند الرحمن، وما من صوت لحم وقلة أدابهم وصحة راسهم، عندهم عناد الكرب، عندهم عناد، وذاك علاش ربي دائما يكرت فيهم بالمشاكل. لو لحد الآن مشاكل، أو هنا في المغرب زلزال، أو في ليبيا زحف المياه، وانت ماشي. قالوا شنو درنا، ما اهتمتش الحكومة أو الحكومات المتعاقبة بالعناية بالسدود. وهذاك هي التفسير الصحيح. التفسير الصحيح أنه الجماعة هذيك، وأنا ثبت نوعا ما الجماعة هذيك، يغلب عليها تقريد الغرب اللي باش في برشا حاجات. يا ربي يكب لك سعدك، وظما أنتم استسلمتوا لكلم الكلام اللي بيضك من بيضك الأمريكان الظلام وشداد الآفاق وأصلهم إجرام الأمريكان عموما، ولا أصلهم طماعين في الذهب وطماعين في المال على حساب الأقوام وحساب الأوطان وهم مجر. حيث ننظروا لتاريخ الكلاب هذوما اللي انتم تخافوا منهم وتعظموا من شأنهم وتقولوا وي وي، نعم نعم سيدي الأمريكاني، هذا هو اللي خلاكم في الذل والعار والخسران. نسأل الله السلامة.